هذه من باب المعلومة يعني، أكو بعض الشعيرات هذه مدعات بأنها لرسول الله، ماكو عليها دليل، بس أكو يا جماعة أنا شفت خصوصا في بغداد شيء من الشعر. الآن تقول هذا الشعر منين يجيبونه؟ المسلمون يحرصون على جمع كل ما يتعلق برسول الله، فمن يحلق النبي بمكان مثلا لما راح الحج أو غيره ويسقط من شعر النبي شيء، الكل يتنام عرق النبي يأخذون من عنده. فبعض من هذه الشعيرات عليها سند، يعني تجي بعض الأوراق عليها سند، وفلان كل واحد يحط ختمة إلى تقريبا 1000 سنة، هذه الشعيرات عليها سندات بأنها وصلت. فإذا يا جماعة شعر يحطون عليها مبالغ خرافية، إذا سمعوا عن عمامة رسول الله الحقيقية، لباس رسول الله الحقيقي، هذا شي يسوون به الجماعة؟ فهذا الآن خاف تقول زين ناقة وحمار وبغلة شو قيمتها؟ لا، قيمتها الاعتبارية تخلي هذه الأمور جدا غالية. طيب الآن عقب ما ذكرته، شوف الإمام الرضا عليه السلام ماذا يقول. قال صار ذلك إلى فاطمة، يعني كل هذه مقتنيات النبي المن راحت للزهراء عليها السلام، ما خلا درعه وسيفه وعمامته وخاتمه فإنه جعله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. خلنا نشوف الصنف الثاني. فدك راحت زين، ظلت بساتين عند الزهراء، ظلت عندها مزارع لو ما ظلت. شوف الرواية اللي وصلتنا عن الإمام الباقر عليه السلام عن أبي بصير قال، قال أبو جعفر يعني الإمام الباقر عليه السلام: ألا أقرئك وصية فاطمة؟ الزهر وصت من ضمن الوصايا، ألا أقرئك وصية فاطمة؟ قال: قلت بلى. فأخرج حقا أو صفطا، يعني صندوق صغير يحطون فيه الوصايا، فأخرج منه كتابا فقرأ. اسمع وصية الزهرة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصت بحوائطها 7 6 مزارع عند الزهراء غير فدك، 6 مزارع غير فدك عند الزهراء. شنو هذه المزارع؟ قال: العواف والدلال والبرقة والمبيت والحسنى والصافية وما لأم إبراهيم إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، فإن مضى علي فإلى الحسن، فإن مضى الحسن فإلى الحسين، فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي، شهد الله على ذلك، والمقداد ابن الأسود والزبير ابن العوام، وكتب علي بن أبي طالب.